Hello everyone, this is Dr. Marwa Omar. Welcome to the life story of Giardia intestinalis. إن شاء الله في السيشن ديت يا دكاترة هنحاول نشرح الـ life cycle of Giardia في صورة simple illustrations. يمكن الجارديا يا دكاترة يعتبر هي واحدة من الـ most special parasitic infections. يعني من حيث المورفولوجي you can never miss the giardia with any other parasite. ليه؟ يعني هي تحس ان هو البارازيت الوحيد اللي بيبتسم او بيدرو سمايل. ليه؟ بسبب الميديم بوديز الكاركترستيك ميديم بوديز اللي موجوده سواء في التروفوزويت او حتى كمان في السيستا ستيج، فتحس ان الجارديا طول الوقت يعني مبتسمه. Anyway, الجارديا واحدة من ال يعني البروتوزون which is the first to be described، يعني أول كائن أولي يتم اكتشافه. اكتشفه actually عالم هولندي اسمه أنتوني فان ليفنهاك، والكلام ده كان في من زمان جدا، من يمكن من القرن ال17. العالم ده يعتبر بمثابة كده father of the microbiology، واكتشف الجارديا in his own stool sample. لم يتم في الحقيقة اعتبار الجارديا واحدة من الباثوجينيك بروتوزوا، وإنها بتسبب الدياريه، وإن الدياريه بتاعتها فعلا يعني تعتبر من السبير انفكشنز بالذات في الأطفال، غير يمكن قريب جدا في السبعينات. يعني احنا بنتكلم عن فترة طويلة جدا عقبال معرفنا نكتشف الباثوجينيسيتي اوف جارديا او نعترف بالباثوجينيسيتي. الكلام ده بدأ يمكن من العالم لامبل اللي اتسمت برضو على اسمه لامبليا، اللي هو كان بيدياتريشن واكتشف وجود هذا البارازايت في الستول سامبل واحدة من الاطفال اللي كانوا بيترددوا عنده في العيادة، واتسمت اكشولي على اسم تو ساينتستس اللي هم جيارد اند لامبل. فجيارديا لامبليا نسبة لي تو ساينتستس، وكمان ليها اسم تاني زي ما انتوا عارفين جيارديا انترسيناليز او جيارديا دودناليز، وده نسبة لي البريفيرد هابيتات بتاعها داخل السمول انتستين. قبل ما نشوف اللايف سايكل اوف جيارديا انترسيناليز، من المهم جدا ان احنا نتعرف على بعض المصطلحات علشان نقدر نفهم بيها اللايف سايكل بشكل اوضح. اول حاجه بالنسبه لنا دكاتره في هذه الديفينيشنز، يمكن انتوا طبعا اخذتوه قبل كده، كلمه تروفوزويت. وكلمه تروفوزويت actually is divided into two parts. The first part is trofo which means feeding stage, vegetative stage، يعني بيتغذى او بياكل، وكلمه زويت يعني animal like. كلمة تروفوزويت في اي بروتوزون انفكشنز معناها هي الستيج اللي بتتحرك وبتتغذى وبيحصل لها ديفيجن او انقسام، ومن ثم بتسبب المرض داخل جسم الانسان. اما فيما يخص الانتستينال بروتوزوا يا دكاتره، وجود التروفوزويت اوتسايد ذا هيومن بودي حاجه مش فيفربل بالنسبه له، لان في ساعتها بيحصل له بعد وقت قصير جدا تحلل او disintegration، وما بيقدرش يكمل اللايف سايكل outside the human body. يبقى في الانتستينال بروتوزون انفكشنز تظل الانفكتيف ستيج هي السيست فقط. طيب يعني ايه السيست؟ كلمة سيست يعني حوصلة، هي الانفكتيف دورمنت ستيج اللي ربنا سبحانه وتعالى عامل لها سيست وول او جدار عشان تقدر تقاوم different environmental conditions. والسيست يا دكاترة تقدر تقاوم dryness, desiccation, even sometimes the chlorination of water، لان سواء الجيارديا سواء الانتاميبا اللي انتوا اخدتوها، دول من البارازايتس اللي نقدر نقول عليهم water borne او ينتقلوا عن طريق المياه. فالسيست وليكن بتاع النهارده بتاع الجيارديا له قدره ان هو يقدر يقاوم even the chlorination of water. اوكي، يعني ايه كلمة existation؟ وديت هنتكلم عليها وهنشوفها باستفاضة في السيشن بتاعة النهاردة. كلمة existation يعني dissolving of the outer cyst wall عشان يدينا التروفوزويت ستيج، والعكس كلمة incestation معناها تحوصل وتحول التروفوزويت الى cyst مرة اخرى عشان يكمل اللايف سايكل. اللايف سايكل يا دكاتره بتبدا بالانفكتيف ستيج الا وهي دي سيست ستيج. اللي بيحصل الانفكشن للهيومن ازاي؟ يا اما اكسترنال اوتو انفكشن، هاند تو ماوث انفكشن زيها زي الانتاميبا هيستوليتيكا، ودي بالذات في الاطفال. الحاجه الثانيه بتحصل عن طريق ingestion of the contaminated food or water contaminated with the cyst stage، واتفقنا ان سواء الجارديا او الانتاميبا الاثنين يعتبروا من الواتر بون parasitic infections. ممكن كمان الانفكشن تيجي ميكانيكال عن طريق الارثروبودز والفلايز، ميكانيكال ترانسميشن.
ممكن كمان تحصل among the homosexuals. So سواء الجارديا أو الانتمية باستولاتيكا actually they can be transmitted among homosexual men. Okay, so السيست هينزل فين؟ هينزل في digestive tract بداية من الاستومك لحد ما يوصل للهابيتات بتاع الجارديا داخل السمول انتستين. تبتدي الرحلة بالنسبة لنا بالإكزيستيشن. يعني إيه إكزيستيشن؟ يعني dissolving of the outer cyst wall. مكانها فين؟ في البروكسيمال بارت of the small intestine duodenum or jejunum. نتيجتها إيه؟ it gives rise to the trophozoite stage. ليه؟ علشان يبدأ التروفوزويت في الانقسام ويعمل الباثولوجي بتاعه داخل الانتستين. يبقى أولا معناها dissolving of the outer cyst wall. مكانها في البروكسيمال بارت of the small intestine. إيه العوامل اللي بتساعد عليها؟ الفاكتورز اللي بتساعد على الإكزيستيشن؟ أولاً يا دكاترة وجود ديودينال أند بانكرياتيك إنزيمز. نمبر 2 هيدروليزس برضو تعتبر من ضمن الإنزيمز اللي بتساعد على الإكزيستيشن. And number 3 the low pH in this area. لأن خلي بالكوا إحنا لسه في البروكسيمال بارت of the small intestine، يعني إحنا قريبين من الجاستريك pH. So it's a low pH. All these factors contribute to the إكزيستيشن. نتيجتها خروج التروفوزويت ستيج. ليه؟ علشان يبدأ الانقسام ويبدأ ان هو يعمل المرض. ازاي بتم الانقسام في حالة الجارديا يا دكاترة؟ اولا الانقسام عبارة عن longitudinal fashion، يعني انقسام طولي. السيست في اربعة نوكلياي كل اتنين ياخدهم تروفوزويت. So each cyst in case of giardia gives rise to two trophozoites. لان زي ما احنا عارفين ان في حالة الجارديا كل تروفوزويت يحتوي على two nuclei. والسيست في اربعة وبينقسم انقسام طولي، يبقى كل سيست هيدينا اتنين تروفوزويت. اوكي سو التروفوزويت دلوقتي طلع ومكانه موجود داخل السمول انتستين. هيعمل ايه في السمول انتستين؟ زي ما احنا عارفين وشرحت لكم قبل كده في الكلينيكال بريزنتيشن اوف ذا جورديا، ان ربنا سبحانه وتعالى عامل لها ساكينج ديسك اور اديسيف ديسك which is actually unique for جورديا. ده بيخليه تو ستاك تو ذا انتستينال وول، وده في حد ذاته بيعمل ديسربشن للانتستينال ميكوزا، بيعمل كرابت هايبربلاجا وكمان فيلس شورتنينج. ده كله نتيجته يعمل امبيرمنت للدايجستشن وكمان الابزوربشن. ده غير كمان ان هو بيعمل كونسامبشن للبايوسولز. كل ده كولكتيفلي كده بيعمل لنا حاله اسمها مال ابزوربشن، اللي بنتيجتها مينلي انها تعمل مال ابزوربشن سبيشالي فور ذا فات والفاتس والفيتامينز كمان. يبقى العيان يجيله ما يسمى بيستياتوريا which is the passage of fatty, frothy, greasy, tarry, offensive stool. ودي يمكن أهم feature من clinical manifestations of giardia. التروفوزويت of the giardia زي ما احنا عارفين يا دكاترة عنده 4 pairs of flagelli، يعني عنده 8 flagelli 2 anterior, 2 posterior, 2 ventral and 2 lateral. So مش هيدنه كده قاعد في ال small intestine، لا ده هيتحرك ناحية ال large intestine. ليه؟ علشان يكمل اللايف سايكل بتاعته ويتحول لسيست ستيج مره ثانيه. ايه الحاجه اللي موجوده في اللارج انتستين which triggers the incestation process؟ يبقى كلمه incestation يعني the conversion of the trophozoid into cyst stage. مكانها في distal ileum والكولون، يعني ناحيه اللارج انتستين. اوكي يبقى مكان الاكزيستيشن في السمول انتستين especially the proximal part، مكان الانسيستيشن في الكولون او اللارج انتستين. بيتعرض لايه التروفوزويت هنا؟ بيتعرض لحاجتين، اولا هاي كونسنتريشن من الكونجيجيتد بايوسولز لان صراحه هو ده مكان الريابزوربشن بتاعها. ثانيا بيحصل له ديبريفيشن وحرمان من الكوليسترول. التو فاكتورز دول هما التريجرنج فاكتورز فور ذا انسيستيشن. ايه اللي بيحصل علشان التروفوزويت يتحول لسيست ستيج؟ اول حاجه بيلملم اوراقه زي ما احنا بنقول، الفلاجيلي دي يعمل لها ويدرول ويدخلها جوه. تاني حاجه بيعمل دبلنج للنيوكلياي، بدل ما كانوا 2 يبقوا 4. تالت حاجه يعمل كوندنسيشن للكونتنت بتاعه السيتوبلازم بتاعه. اخر حاجه يعمل سكريشن اوف ذا اوتر سيست وول. كل الفاكتورز دي تسمى انسيستيشن، اللي بيها التروفوزويت يتحول مره تانية الى سيست ستيج. يبقى معنى كده ان البايوسولتس بتلعب دور في منتهى الاهميه في حالات الجارديا، بدايه من التروفوزويت كان محتاجها علشان الديفيجن، علشان النيوتريشن الديفلوبمنت،
ومش بس كده، ده بيها يقدر يكمل اللايف سايكل ويتحول لسيست ستيج اللي هيبتدي ينزل مره تانية داخل الاستول، ومن ثم يحصل ريبيتيشن اند كونتينيوتي اوف ذا لايف سايكل اوف جورديا. هنلخص اللي احنا قلناه دكاتره في صوره اسئله، كان احنا كده حاطين اللايف سايكل اندر انفستيجيشن. اوكي، when does it start؟ يعني امتى بتبدا اللايف سايكل؟ اما يحصل ingestion of the cyst stage in contaminated food or water. ايه اللي بيحصل بعدها؟ existation. where does it take place؟ فين؟ في the proximal part of the small intestine. ليه؟ علشان في low pH, pancreatic enzymes, duodenal enzymes and hydrolysis. يعني ايه existation؟ يعني the solving of the outer cyst wall. ايه اللي بيعمل triggering للincestation process وبيحصل فين؟ الincestation takes place in the colon at the trophozoite moves towards the large intestine ناحية الكولون. ليه؟ علشان حصل cholesterol deprivation، حرمان منه، مفيش cholesterol اصلا، واهم حاجة وجود high concentration of the conjugated bile salts. زي ما شفنا في اللايف سايكل يا دكاتره، يا ترى كل سيست كان بيدينا كام تروفوزويت؟ 2. امال في الانتاميبا هيستوليتيكا كل سيست كان بيدينا كام تروفوزويت؟ 8. طيب في الانتاميبا هيستوليتيكا هل التروفوزويت بيعمل انفيجن انترسينال وول؟ يس، اتس هايلي باثوجينيك، ات كوزز بلاد ان ذا ستول. في الجارديا هل التروفوزويت بيعمل انفيجن انترسينال وول؟ نيفر، it only sticks to the intestinal mucosa and never invades the intestinal wall. عشان كده في الجارديا there is no blood in the stool. هلاقي fat، هلاقي gases bubbles، هلاقي mucus but never blood. And so this was the life story of Giardia intestinalis. Thank you so much for watching.